معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن. الو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام. ما حكم السؤال الاول؟ ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله او يوم بعده؟ طيب، سؤال اخر، شكرا. سؤال ثاني. اي السؤال الثاني، ما حكم الاضحيه وما حكم الهدي؟ طيب، شكرا لك. يسأل عن صيام عاشور يوما قبله ويوم بعده. صوم يوم عاشورة سنة مؤكدة. نعم. ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده، فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سأل عن الأضحية حكمها وعن أيضا الهدي. يقول عبد الله وهو اغتاس ماسما له والعلوي المنتمى، الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهورا غاضا، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى وراء محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هاد لجميع من ذرى، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا.